السيد نور الدين البحيري. سيد سمير مساء النور. اهلا وسهلا، مساء الخيرات. نعم سيد سمير، لو كان تعطينا فكرة معناها أولا ما معنى هذه الإحالة على الدائرة الجنائية، يعني طور سيد تحقيقات وتوا سيمثل نور الدين البحيري أمام قضاء جالس على الكرسي بتهمة التآمر على أمن الدولة؟ مش التآمر على أمن الدولة، هو الفصل 72 الفصل اللي فيها أكبر عقوبة في المجلة الجزائية اللي هي عقوبتها الإعدام. إعدام، أي وش هي التهمة؟ ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وخلافا اللي داولوه برشا ثم مبدأ بسيط جدا في القانون اللي هو فرق بين جرائم الأقوال وجرائم الأفعال. الفصل 72 ماهوش فصل يعاقب على جرائم الأقوال، لا تدوين ولا خطاب ولا حتى شيء. هي شنو القضية سي سمير؟ ذكرنا بالقضية سي سمير، شنو هي؟ هاني باش نذكرك، فقط نكمل جملة برك. تفضل. لأنه الفصل 72 ما يجرمش التآمر على أمن الدولة، ما يجرمش محاولة تغيير هيئة الدولة، يجرم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بالتالي لازم يكون ثم اعتداء ويكون معاه نية تبديل هيئة الدولة وقت تكون العقوبة القصوى اللي هي الإعدام. المنسوب للأستاذ البحيري هو أنه كتب تدوينة بمناسبة تحرك لجبهة الخلاص الوطني في المنيلة، في ناحية المنيلة، نهار 8 جانفي 2023. جاءوا المحامين قدام حاكم التحقيق، بالطبيعة تعرفوا شنو اللي صار، تعرض الأستاذ البحيري لكسر وقت إيقافه، تم إيقافه بدون إذن قضائي، الإذن القضائي جاء تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين بعد إيقافه في الدين. حاكم التحقيق ما استجابش لطلب المحامين، والطلب الأستاذ البحيري بأنه قالوا هات نمشي نداوي ومن بعد نعمل عملية وصدر بتغطية والعمل اللي تحب بدون لا تسألني ولا تسمع المحامين، صدر اللي تحب ولكن هذا مش نداوي الساعة. ما تمش هذا حتى لين مشى بتقتداع للسجن المرنقية، الطبيبة نتاع السجن المرنقية قالت لا ما نقدوش في الحالة هذه، هزوا للسبيطار عمل العملية على كتفه دامت 7 ساعات. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه التدوينة هذه ما فماش. تدوينة ما فماش؟ التدوينة ما فماش. في الأثناء نحن جربنا. باش يسحبها هو، سحبها، عملها ومن بعد سحبها. لا محسوب كي يسحبها ما يلقاوهاش في الاختبارات، ما فماش التدوينة. الاختبارات الفنيه ما عاودتش شافتها وجابتها. اصبر عليه شويه تنقول لك، لانه ثم جواب لاحق جاء في الاجراءات، انا مانيش ندخل بالتفاصيل راه. لا طبعا ما مش في التفاصيل، نحن نحكي على الاجراءات فقط. اللي صار من بعد، تم تجريح في قاضي التحقيق بناء على رفض الانجاز، تم سحب القضيه من قاضي التحقيق هذاك، وتم تعهيد قاضي تحقيق اخر، اصدر قرار ختم البحث علما بانه من اللي تحولت القضية وما تمش تعهيد قاضي التحقيق في قرار فتح بحث مستقل، الأستاذ البحيري ولا في وضع احتجاز غير قانوني لأنه وفاء مفعول بالتحقيق. وقت ارجع لي المضمون يا سي سمير، ما عنديش وقت برشا للتفاصيل. التدوينة هذه المنسوبة ليه ايش فيها؟ معناش قال فيها؟ لحظة برك، قاضي التحقيق عمل قرار ختم بحث، مشات القضية للدائرة، جات الدائرة خذت القرار السليم اللي هو رجعت قاضي التحقيق قالت له بعث لي تدوينة، راه الملف ما فيش تدوينة. قاضي التحقيق كلف فرقة أمنية قال لهم لو جولوا للتدوين، ولا جواب على سؤالك. رجعوا للقاضي التحقيق، وقاضي التحقيق رجع للدائرة جواب الفرقة هذه اللي هو لم يتم العثور على التدوينة. أبو؟ لم يتم العثور على التدوينة، وهذاك علاش؟ شنو سي سمير تحب تقنعني اللي نور الدين البحيري يحاكم، سيحاكم من أجل تدوينة لم يقع العثور عليها؟ هذا هو الواقع، هذا اجتمع في الملف. الفنية ما جبدتش. الفنية ما عودتش جبدتها التدوينة. تدوينة شكون اللي كان، شكون طرح السؤال؟ انا وسي نجيب. لا نجاوبك انت، سي نجيب متغش عليه الا لما يسحب كلمة برلمان نصوص الحرمية وقطاع طرق. ما نحبش نجاوب على العبارة هذه لأنه نحب نبقاو محترمين بعضنا، خاطر باش نجاوبوا نجاوبوا جواب. سي لا مش مشكلة برلمان. أنت كنت وزير ما كنتش. ما كنتش في البرلمان أنت سي سمير. لا 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 لا، أنا نعرف النواب اللي كانوا، كيف كل مؤسسة إذا تلقى بعض القليلة. ما يصير شيء. أخويا بعض النصوص وبعض الحرامية. بعض أي بعض. بعض النصوص وبعض الحرامية. لا 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 لا، أعتذر من الناس اللي أسأت لهم. على كل حال. التدوينة هذه ما فماش. ما فماش. وهذاك علاش في جوابك هل باش يتعهد القضاء الجالس ولا لا؟ انا نقول لك بالطبع لا، لانه نحن
مبدئيا قاعدين نشاوروا هيئه الدفاع باش نطعنوا بالتعقيب، لانه غريبه الغرائب خلاف الاشكاليات القانونيه الكل في انه شخص في بدل هيئه الدوله وحده، قضيه الاستاذ بشيري فيها شخص وحيد مفرد بربي ونحب نعرف. ولكن سي سمير رغم ذلك انا مصر عندك الحق تو تعتمد على الامور الشكليه الاجرائيه المهمه هذه، تقول لي تدوينه ما فماش وهذا مجال بتاع استغراب، ولكن هي في الاولانيه اللي تم بنائها اثاره التتبعات، ذكرنا اش كان فيها؟ ما الذي اش كتب نور الدين البحيري؟ هو باش نجاوبك على التدوينه ما فماش، اللي قال فما تدوينه تقولش فيها، انا بالنسبه لي ما فماش تدوينه، حتى من الاول ما فماش. ما فماش قالوا له راك انت حررت على النزول للشارع وموجهه النظام وكذا في تدوينه، قال لهم هي التدوينه، ما جابوش تدوينه الى حد الان، ما فماش تدوينه، وانا نقول لك ما فماش تدوينه اصلا. بيه بيه سمير ديلو، هذا على ذمة الأستاذ سمير ديلو محامي السيد نور الدين البحيري إجابة على أخبار إحالة نور الدين البحيري المحاكمة. وهو المجال مفتوح إذا كان ثم طرف قضائي ناطق من الناطقين اللي يتكلم ولا النيابة العمومية ولا واحد مرحبا. لا 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 تو نجيب يجيب لنا الأخبار، تو نجيب يجيب لنا الأخبار سي سمير. إذا كان هو واصل صح ليه، لأنه المقربين للسلطة ما يتحاكموش. لا لا مش مقربين، لا لا مش مقربين، هذه خدمته يلزم يجيب المعلومة. لا هو اللي باش يجيب المعلومة أستاذ سمير، يلزم يجيب المعلومة، دوره باش يجيب المعلومة. مختص في التكنولوجيا بيان سور، كي واحد يحذف التدوينة ينجم الفنية تجبدها ولا ما تجبدهاش؟ ما لقوهاش. واضح. شيء ما لقوهاش. يلا. دقيقة هي دقيقة ثانية. التكنولوجيا اللي تخليك تعرف اللي ما تعرفوش الفرق الأمنية تعلم البلاد. اي. اللي يخليك تقول انه التدوينه المحذوفه ما نجموش يوصلوا لها. لا واضح واضح، لا 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 ما قالش هكا، ما قالش هكا. يلا. الموضوع تو باش نعقبوا عليه وباش نسمعوا ارائكم فيه، لكن جوست بعد الفاصل الاخباري.